اختتام الفعاليات ديال المنتدى الدولي للشباب الديمقراطيين والديمقراطيين الاشتراكيين، وعرف خلاصات هامه ابرزها تاسيس شبكه ديال البرلمانيين والبرلمانيين الشباب عبر العالم، اللي هي نواه لواحد العمل برلماني ديمقراطي حقيقي اللي غادي تنتظم فيه الحوارات سابقا يعني لاحقا حول مختلف القضايا اللي كتهم البشريه، بالخصوص كل ما يخص القضايا السلم والامن، قضايا الفقر، القضايا المرتبطه بحقوق الانسان والهجره، كل قضايا المساواه بين الجنسين، القضايا المتعلقه ايضا بالشباب والادماج ديالهم. شفنا بالنسبه لنا المنتدى حقق ابرز اهدافه، وعلى راسها يعني هذه العائله الاشتراكيه اللي التأمت في الشباب ديالها بتلاوين متعدده يعني من دول متعدده، بالخصوص حضور قوي لامريكا اللاتينيه، حضور الافريقي، حضور شمال افريقيا والشرق الاوسط، كل القضايا الكبرى حضرت، القضايا المتعلقه اليوم بالامن بشكل كبير في المنطقه ديال الساحل والصحراء، واللي كتنعكس بالخصوص نوعا ما على بلادنا، اللي كيسجلوا فيها الحضور في البيان الختامي اليوم رفض التدخل في شؤون البلدان، رفض يعني فرض عدم الاستقرار في مناطق بدون سبب لخدمه اجندات اخرى. داخل الاروقه ديال المنتدى كاين حضر بطبيعه الحال صوت الجنوب ورؤيته نحوها مختلف هذه القضايا في مواجهه دول الشمال اللي عندها ايضا رؤيه اخرى كتحمي بها المصالح ديالها. ولكن اللي ممكن نقولوا اليوم ونهتموه هو ان واحد الحاضنه جديده للشباب الاشتراكي على مستوى المسؤوليات تحققت وهي امامنا، يعني هذه الشبكه ديال البرلمانيين الشباب، واللي كنعولوا عليها بان في المستقبل هي اللي غتكون الحاضنه لهذا النقاش، اللي حصل الحظ بان بهم غيدخل المؤسسات، ما غاديش يبقى يعني نقاش ديال الثراء الفكري، هو نقاش اللي داخل وسط المؤسسات، لان الشباب ديال اللي حاضرين معنا اليوم هم قاده المستقبل، هم قد يكونوا وزراء، يكونوا قياديين في احزابهم. وبالنسبه لنا الحضور ديالهم المغرب هذا كان مهم، لان في كل الجلسات كان محاورين يعني المغاربه اللي عطاو رؤيتهم واللي عطاو تطور التجربه المغربيه في مختلف المجالات، وهو كما قلنا كيخدم القضايا ديال بلادنا وتعزز الموقع ديالها والتجربه ديالها اللي حتى هي ايضا تتفاعل مع ما يحدث في العالم. فريق الاشتراكي المعارضه الاتحاديه يقوم بدوره في الدبلوماسيه الموازيه، وبودي في الاخير نشكر كل الذين ساهموا في انجاح هذا النشاط، في حضور هذا الكم الكبير من البرلمانيين، اكثر من 70 برلماني حاضر. نشكر جهات الحكوميه والمسؤوله اللي دعمت ايضا المنتدى، بطبيعه الحال البيئه الحاضنه لهذا العمل كله، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه في شخص الاخ الكاتب الاول السي ادريس الشقر، الشبيبه الاتحاديه، الشبكه ديال مينا اللي بالشراكه معهم نظمنا هذا النشاط. نشكر ايضا الحضور الاعلامي القوي اللي واكب الايام ديال المؤتمر، الاعلام المرئي، الاعلام المكتوب، سجلنا حضور الاعلام الافريقي المجيء من 3 دول، من السنغال، من كوت ديفوار، من مالي، من اسبانيا. كاين مواكبه مهمه ديال الاعلام القطب العمومي في المغرب ووكاله المغرب العربي للانباء. اجمالا يمكن لنا نقول بان هذا مجهود مشترك للجميع، وما حققه من نتائج فهو للجميع وللبلد.